قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى: أنا وكافل اليتيم في الجنة. هكذا بدأ مركز الإصلاح نشاطاته الخيرية في ضوء الحديث المذكور أعلاه منذ شهر يونيو في عام 2002 في منطقة شيخ ملتون مدينة مردان في دار مؤجر، حيث يقوم هذا المركز بأسلوبه الرائع بإضاءة حياة الأطفال اليتامى عن كفالتهم واستنارة حياتهم بالتعليم الديني والقرآني. لا يسعى هذا المركز في تحسين حياة اليتامى فقط، وإنما يقوم بمساعدة الأطفال في مجالات مختلفة عن طريق تعليم الأطفال المهني. اسمي محمد جواد واسم والدي إرشاد علي. أنا أدرس حاليا في الفصل الخامس. عندما كنت صغيرا توفي والدي، بعد ذلك لم تكن ظروفنا الاقتصادية جيدة، ثم أرسلني عمي في مركز الإصلاح هنا. أريد أن أدرس أكثر وأن أصبح عالماً دينياً. يقوم مركز الإصلاح هذا بتعليم الأطفال والطفلات لغرض توفير القيادة الجيدة على المستوى الوطني. اسمي محمد حارس. اسمي سديس. أدرس في الصف الثاني. أنا أدرس في الفصل الرابع. أريد أن أصبح طبيباً. أريد أن أصبح كوماندوز. عن طريق توفير مجالات التعليم الواسعة، يعتبر مركز الإصلاح هذا أملاً كبيراً لمستقبل هؤلاء الطلبة، حيث يمكن للطلبة والطالبات أن يدرسوا بكل عزة وافتخار بدون أي تكلفة أو ظلم في جو صاف من كل داء وسقم، وحيث تتحقق أحلامهم. اسمي محمد عزيز. أنا من مواليد سوات. توفي والدي في عام 2009 وأنا أدرس في الصف الثاني عشر. لقد حفظت القرآن وأريد أن أصبح طبيب جيد. يلعب هذا المركز بدور حقيقي فعال في تعمير شخصيات الطلاب والطالبات وتزيين شخصياتهم بالأقدار الإسلامية والأخلاق الإسلامية الجميلة، ويعتبر هذا المركز شجرة حيث يتزين الطلاب والطالبات بالتعاليم الإسلامية في ظلها. اسمي شيراز. أدرس في الفصل الخامس وأنا هنا منذ عام 2016. البيئة هنا جيدة جدا، مدرسين يعلمون جيدا. أريد أن أصبح طبيبا بعيدا عن مظالم الدنيا والمجتمع. وإلى فترة هذا اليوم قام هذا المركز بتدريس وتربية عدد الطلاب والطالبات حوالي 450 طالبا وطالبة. اسمي محمد إعجاز وأنا من سكان منطقة مردان. في عام 1998 توفي والدي المحترم، ومن عام 2002 إلى عام 2016 قمت بحفظ القرآن من هنا إلى جانب شهادة الثانوية العامة وشهادة البكالوريوس في التجارة، والآن أحصل على درجة الماجستير في التجارة. أعمل هنا كمحاسب منذ عام. والذين يخدمون حالياً في دوائر ومؤسسات حكومية وشركات القطاع الخاص ويؤدون دورهم في تطور البلاد. لا يوفر مركز الإصلاح مظلة ومنصة عظيمة للأطفال اليتامى فقط، وإنما يخدم المواطنين الفقراء والطلاب المحتاجين والأرامل والأفراد المعذورين بمنحهم المساعدات المالية والأغذية خلال فترات الأعياد الإسلامية وشهر رمضان وخلال فترة الكوارث الطبيعية. يعمل مركز الإصلاح بنشاط كبير لخدمة الأطفال اليتامى رغم عدم وجود الموارد المالية والوسائل المحدودة وعدم وجود أموال كافية لديه. يحاول مركز الإصلاح بتوسعة نشاطاتها لخدمة مئات الآلاف الأطفال اليتامى بطرق مختلفة، ولكنه بحاجة إلى أهل الخير على مستوى قومي ودولي. أنا عناية الرحمن، رئيس مركز الإصلاح. لقد وضعنا خطة تفيد بوجود ملايين الأيتام في باكستان. علينا أن نصل إلى هؤلاء الملايين من الأيتام. هذا ليس عمل شخص أو شخصين، سيتم ذلك بدعم من المانحين مثلك.
للوصول إلى ملايين الأطفال. نحتاج إلى دعم آلاف المتبرعين لتعليم الأيتام، دعم مركز الإصلاح في تربية الأيتام والحصول على سعادة العيش مع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. تنظر مئات الآلاف من عيون الأطفال اليتامى إلى مساعداتكم وترجو التعاون من قبلكم، لذا فنرجو المشاركة من قبلكم في هذه الأعمال الخيرية، لأن كفالة الأطفال اليتامى عبادة وسعادة.